أكد نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام في مقابلة مع موقع الشرق الجديد أن الأسد سيسقط لا محالة، محذرا من أنه في حال فشلت الثورة السورية فإن إيران ستسيطر على المنطقة. ولفت خدام إلى أنه عندما يتجاوز حزب الله الحدود السورية ويرتكب أعمالا عدائية ضد الثورة يصبح طبيعيا أن يبادر الجيش السوري الحر إلى اتخاذ إجراءات لوقف مثل هذا العدوان. وأوضح أن المشكلة تكمن بأن حزب الله يتصرف بحجم أكبر من حجمه ويحاول أن يورط لبنان في مشكلة جديدة، وهذا الأمر مرتبط ليس فقط بقيادة الحزب في لبنان بل بإيران.